عشان النهارده حواري لحضراتكم الفيديو دلوقتي. هو الفيديو بصوت يا سمير ولا لا؟ معلش ثانيه قبل بس ما تروح للفيديو، انا حواري لحضراتكم الفيديو اهو. الفيديو ده كابتن مؤمن زكريا. كابتن مؤمن زكريا طلع مع مهيب، حقه طبعا ان احنا نقول هذا الكلام، طلع مع مهيب في الام بي سي وعمل حلقه رائعه الحقيقه. فمؤمن كل الناس عايزه تقول له احنا بنحبك يا مؤمن، انت مهما تقول ومهما تعمل انت هتفضل ابن من ابناء النادي الاهلي، وهتفضل الاهلي هيفضل دايما واقف في ظهرك. فالاحساس اللي حاسه مؤمن دلوقتي والفرحه اللي عليها مؤمن اللي هتشوفوها بعد شويه دي حضراتكم السبب فيها. حتى لو راح 30 40 50 100 واحد، لكن بيمثلوا جمهور النادي الاهلي بالكامل، بيمثلوا 50 60 مليون واحد. فقد ايه انا عندي طاقه ايجابيه خدتها من الفيديو ده، ان جمهور النادي الاهلي ده يا جماعه مش كده، لا، جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه. شباب زي الفل، شباب زي الورد، هو ده اللي احنا عايزينه بالمناسبه، هو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين حد يخش يتكلم في يخش الملعب، يعني يتكلم في حاجه كده، احنا مالناش علاقه باي حاجه بره الملعب، احنا داخلين الملعب عشان نشجع فريقنا ونحفز اللعيبه، مالناش علاقه بحاجه تانيه عمرنا ما شفناها في اي بلد تاني دي. فاحنا عايزين الشباب اللي زي ده، الشباب المحترم اللي بيروح يشجع فريقه ويقف مع فريقه ويحفز فريقه، مش حاجه تانيه. فقد ايه اللي يتفرج على الفيديو ده يبقى عنده طاقه ايجابيه، ان انت عندك جمهور لما هتعمل اي حاجه صح هيقف في ظهرك. عشان كده عندنا اداره محترمه دايما دايما صوت الجمهور في ودانها، عندنا جهاز فني محترم ولاعبين محترمين دايما صوت الجمهور في ودانهم. شغل الفيديو يا سمير لو سمحت وطلعني انا بره، شغل الفيديو عشان نرجع نكمل بقيه كلام. شكرا لحضراتكم، شكرا لجمهور النادي الاهلي. على لسان مؤمن بيشكر كل الناس الحقيقه اللي كانت او اللي دايما بتقف في ظهره خلال الفتره اللي فاتت، وهو دايما مقدر يعني ايه جمهور النادي الاهلي.